الدكانجي اللي عزاوي تحت بيتي بعده مفتكرني فهمان القصة وعند الجو كله. الطالعة والنازلة بيوقفني وبيسألني عن أحوال البلد، وأنا بصير لوفك وإشرح له على الخفيف وعلى قدر ما أنا فهمان، وغالب الأحيان على البقبيشي. امبارح لقيته واقف لي ودغري قال لي: يا أستاذ، سؤالين على الماشي، فيك تقلي مين مع مين بالبلد؟ مين بده انتخابات ومين ما بده؟ مين مع هيدا القانون ومين مع هيداك؟ فيك تشرح لي مين مع النفايات ومين ضدها؟ مين مع السلسلة ومين مش معها؟ أخذ نفس وقال: يا أخي، ما بقى بدنا شيء من الدولة، كل اللي طالبينه أنه نفهم بس، هيدي صار بدها واسطة كمان؟ نطرته لخلص، ابتسمت وقلت له: لك بكرة تبقى شل شوية كوسة على جنب. هذا رأيي، فكر فيها.